في مكانك يا ابني. بص انت في مكانك سعيد كنت يعني. برنس يعني. احنا لو عندنا واحد زي برنس سعيد دلوقتي كنا هنحط البطيخة صيفة. والله طب اقول لك على حاجة. طب والله العظيم يا مهيب انا جيت في لحظة كده والله مش بهزر وانا عارف ان الكلام ده ممكن الناس جيت في لحظة كده ان ممكن اتحاد الكرة او المدير الفني يطلب ان انا العب المباراة دي والله العظيم. تحب والله؟ والله بتكلم بجد. هو ده شيء طبيعي ان انت بتتخيل الاجواء وبتتخيل. اذا كان جاب رامي ربيعة ما يجيبش ابراهيم سعيد. والله في الوقت اللي ما كانش فيه مدافعين والله تخيلت كده والله العظيم. طيب. بتكلم بجد والله وحياة. طيب. وكاسه بقى ونجيب كاسه ونجيب كابتن رضا. طيب لا. السؤال دلوقتي اللي بطرحه حضرتك هتجاوبني عليه في 30 ثانية عشان ادخل كابتن احمد الكاس. تمام. رأيك في استمرار كيروش في الفترة القادمة؟ ماشي هيقعد ماشي. ايه اللي هيقدمه بقى؟ هنلعب ضربات جزاء ثاني؟ بس يعني هنقعد وهنوصل لضربات الجزاء برضه هنفضل حياتنا كلها ضربات جزاء؟ تمام. والله ده الواحد زي من ضربات الجزاء والله ده احنا طبعا. احنا دخلنا في كمية ماتشات في الفترة الأخيرة ضربات جزاء لدرجة إن الواحد ما بقاش يتفرج على كورة ولا بيتفرج على مباراة ولا بيتفرج على خط. بنجيب آخر خمس دقايق عشان نتفرج على ضربات الجزاء يا طيب. كابتن كاسو أهلا بيك. كابتن مصر المستقبلية بتاعته ضربات جزاء ما أنا ما دي النقطة. طيب لو بالوضع اللي احنا فيه ده كده مش طيب. يعني لا حالة مش مظبوطة خليك.